استاذ كريم، استاذ كريم. مساء الخير. نور يا فندم. أنا برحب بسيادة الوزير كمال أبو عيطة. أنا اسمي كريم محمد رضا، موظف مفصول من شركة بترو تريد تبع قطاع البترول. هو الحقيقة سيادة الوزير احنا قعدنا معاه من حوالي أسبوع، وهو بيقول إن في 5 رجعوا في القطاع. للأسف مفيش حد رجع غير ابن النائب سيد عسكر، النائب الإخواني سيد عسكر هو الوحيد اللي رجع بعد الثورة، بعد ما والده فاز في الانتخابات مجلس الشعب المحل. والحقيقه احنا يعني انا مفاجئ بان سياده الوزير بيقول ان هو بيحل المشاكل. احنا اخر اعتصام كان من قبل العيد على طول، فوجئنا ان هو يعني اتصل لنا بالشرطه عشان تفض اعتصام المفصولين قدام وزاره القوى العامله. يعني انا بستغرب التاريخ العظيم للاستاذ كمال ابو عيطه، ازاي يعمل معانا كده؟ يعني احنا بنقول ان بصراحة ان الكرسي هو غيره، يعني للأسف يعني الكرسي غير الأستاذ كمال أبو عيطة. وانا مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، بس انا حبيت بس اوصل رسالة لسيادة الوزير. مفيش حد رجع في قطاع يا استاذ كريم، وين سيادة الوزير معانا هيرد عليك؟ كنت فين يا كريم؟ انت كنت معتصم فين يا استاذ كريم عشان طلبت لك الشرطة؟ يا فندم حضرتك، وده الكلام ده منشور في كل المواقع والجرايد. لما منشور في كل المواقع. ايوه احنا جينا بعد ما حضرتك قعدت معانا 5 ساعات، قعدت معانا 5 ساعات. ليس كل ما ينشر طب خلينا نقول في المواقع ده، بس ده حقيقي يا فندم، ده واقع المعارضه. وانت وصفت اليسار باليسار الطفولي. لا مش كل اليسار يا استاذ، لان انا احسب نفسي من هذا اليسار. انا حسبت حد ضلل زملائي ووجههم في الاتجاه الخطا، حسبت انه يسار طفولي ومراهق، ولم اقصد كل اليسار. وانا بقول لحضرتك ما وزاره القوى العامله في هذه الاوقات اللي بتتعرض فيها مباني ومنشات هذا الوطن لمكائد، مسؤوليه تامين هذه المنشات ليست مسؤوليتي الشخصيه. انا احنا متظاهرين سلميين، انا معتقل 5 مرات، انا ناشط سياسي من قبل الثوره في 6 ابريل، معتقل 5 مرات قبل كده. محدش هيخاف على البلد دي اكتر مننا. وبعدين انا ليبرالي كمان، يعني مش اخوان مسلمين ولا بنتمي للتيار الاسلامي. بس انا بقول لحضرتك اسم مدينه نصر بعت هددنا بفض الاعتصام بالقوه، وده يعني بتحريضنا حضرتك. هم قالوا لنا انت انسوا ان في ثوره حصلت. احنا بنستغرب بعد طريق حضرتك العظيم ده، مفيش ولا واحد رجع في قطاع البترول غير ابن الشيخ سيد عسكر، اسامه السيد عسكر. انا بقول لحضرتك ابن النائب الاخواني زمان وقت رجوع ابن السيد عسكر وزملائك في بتروجيت بترو تريد جابوا لي الجواب التوصيه اللي طالع من النائب سيد عسكر رئيس لجنه الشؤون الدينيه بالبرلمان، وطلبوا مني تقديم استجواب للنائب سيد عسكر رئيس لجنه الشؤون الدينيه بسبب انفراده بتعيين ابنه وتركه العمال المضربين من قبل البرلمان واثناء البرلمان وبعد البرلمان. وانا اعتقد ان ده تصرف غير مسؤول منه. طيب سؤال اخير، سؤال اخير عشان ما اطولش على حضراتكم. سؤال اخير، وضع العمال المفصولين في عهد الاستاذ كمال ابو عيطه هيفضلوا كده في الشارع؟ احنا كنا بنضحي بنعمل اضرابات عشان خاطر نطالب بحقوقنا. هل سياده الوزير هيحقق مطالبنا دي ولا هنفضل في الشارع على طول؟ بص حضرتك شككت في الخمسه اللي تعينوا النهارده. اقول لك مش في شركه، لا بتروتريد ولا بتروجيت، في شركه اخرى خالص مفيش دعوه لاسمها عشان ما اعملهاش دعايه. مشكورا مسؤول شركه رئيس مجلس ادارتها تنازل عن ايجاد 5 فرص عمل للعمال المفصولين. واقول لحضرتك حاجه، لاني اعرفهم جيدا اكتر من اي حد، واعرف مشاكلهم حتى الداخليه، من طلق زوجته ومن ترك خطيبته ومن اخرج اطفاله من المدرسه لانه ما عندوش مصاريف المدرسه، اعرفهم كويس قوي ومعيشهم. والكرسي عمره ما هيغيرني، لان هذا كرسي مؤقت وغير دائم، وساعود قريبا الى صفوف الطبقه العامله كما كنت، وان اصلا انا لم اغادرها. واقسم لك يا كريم ان عدد ساعات العمل اللي بقضيها ضد اصلا قوانين العمل، عدد او الساعات اللي بقضيها لحل مشاكل المفصولين، اكتر وقت بقضيه في يومي بيكون بسبب هذه المشكله اللي بتعتبر وجع في قلب الوطن كله وفي قلبي انا شخصيا. وتاكد بكل ما يكتب هنا او هناك لتشويه الناس عمال على بطال، انا مش هبطل ادافع عن حق العامل في علاقه عمل عادله مستقره
بديلا عن علاقات الهشه وعلاقات وعمل المقاولين اللي تولد عنه كتير من حالات الفصل. انا مش هتخلى عن دوت. وتاكد بص انا 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 شخصيا بنام ضميري مستريح وما بتخلاش، ومش انا اللي اتنازل عن مبدئي في العمر ده كله. واذا كنت بتتكلم عن الاعتقال اسال حضرتك لو ما تعرفنيش. لا طبعا انا عارف تاريخ حضرتك وكنا بننزل معاك مظاهرات من قبل الثوره. انا ما بس الكرسي احيانا يعني اصدقائي المصريين يقولوا كرسي يا عم يا استاذ يقصد كريم النظر في قضايا المصريين من العام. انا بقول لحضرتك دي عايزه وقلتها تاني واعيدها لكريم. نمره واحد، تعديل تشريعات العمل اللي بتسمح بالفصل عمال على بطال دون محاسب وتسمح بعدم تنفيذ احكام القضاء. لابد من تعديل تشريعات العمل، وفي لجنه شغاله على ديت ليل نهار. وايضا الى جانب دول تفعيل القرار السابق بانشاء محاكم عماليه تنظر في قضايا العمال وبشكل عاجل بديلا عن التاخير، لاني هفتح بيت منين وانا مفصول ومش عارف ارجع شغل. ايضا انا بعرض سواء فرص بديله او بالضغط على اصحاب العمل اللي تخلوا عن عمالهم من اجل عودتهم. ده بعمله. وانا بالمناسبه انا مش منتظر يعني شكر من احد، لان ده واجبي ودي وظيفه طبيعه الوظيفه الان كنت اقوم قبليها قبل كده بيها كنقابي وكبرلماني، الان اقوم بها كمسؤول مؤقتا في مجال عمل اشق من العمل في مترو تريد ومن العمل في اي شركه. وربنا يعدي الايام على خير ونقدر نحقق مبادئنا اللي دافعنا عنها عمرنا كله. بشكرك استاذ كريم على وجودك معانا. استاذ كمال يعني وقتنا خلص مع حضرتك. كل العمل